سمي يا حبيبتي. سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عايزة تسميه ايه يا مريم؟ يوسف. اسميه يوسف. انا حلمت ان انا سميته يوسف. يوسف عاشت الاسامي. يا رب يبقى سندك وظهرك في المستقبل. قادر يا كريم حبيبتي. حاتم ايه اللي جابك؟ ما كفكش اللي عملته فيها وهي حامل؟ انا مش جاي عشانها، أنا جاي أشوف ابني. ابنك تبقى تشوفه في المحكمة. محكمة؟ طب ليه يا حماتي؟ مش لما أبقى أطلقها الأول؟ طلقني يا حاتم لو سمحت. طلقني، كفاية قوي اللي أنا شفته معاك. أنا خلاص ما بقتش قادرة أستحمل أعيش معاك أكتر من كده بعد اللي حصل بينا. كفاية مرمطة بقى. وأظن إن أنت كمان مش عايز تعيش معايا ومش محتاجني في أي حاجة. خلينا نخلص الموضوع من غير مشاكل. لو عليا مش عايز اطلقك، بس لو دي رغبتك تمام يبقى تمضيلي على الورقه دي. ورقه ايه دي؟ يعني دي ورقه بتبريني من كل حاجه لو مش عايزه تشوفي وشي تاني. بعد إذنك يا مريم، أنا كنت عايز أسمي الولد محمد على اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. مريم، عمو بره بس وكان عايز أشوفه. ممكن أوريه له وأرجعهولك تاني؟ متأخر وش لازم ياكل. حاتم. اه صحيح، انت طالع. معلش يا بنتي ما تعيطيش، هم وانزاح. انت نفسه يا حبيبتي. ماما روحي شوفي طيب هو بيعمل ايه بره كل ده. الولد لازم ياكل. حاضر يا حبيبتي. حاضر يا بنتي. تعالي يا بنتي زقيني بسرعة. حاتم يا حاتم. حاتم يا حاتم. حاتم يا حاتم. هو خرج راح فين؟ مريم، حاتم خد الولد وخرج بيه بره المستشفى. خرج بيه ازاي؟ يعني ايه خد وخرج بيه؟ مش عارف. اطلبيه. هو مش قال انه هياخده يوديه لعمه يشوفه؟ ازاي يعني؟ الولد محتاج يرضع. مقفول. ماما هو ممكن يكون خطفه؟ يا رب يا رب يطمني عليك يا حاتم يا ابني. يا رب يا رب استر. يا رب ما عرفني. التليفون مقفول. يا ترى ايه اللي حصل؟ حاتم. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. الحمد
الحمد لله على السلامة يا دلع. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخدت منها الواد إزاي؟ مش مهم أخدته إزاي، المهم إن أنا أخدته خلاص. الحمد لله. وتبقى توريني بقى هتشوفه تاني إزاي. أنا هتذلل لواحدة زي دي؟ معلش يا حبيبي، أنا هجوزك ست ستها، ما تقلقش، وألف من تتمناك. خلاص يا ماما، أنا مش عايز أتجوز تاني، أنا عايز أربي الواد. أنا كنت حاجز بس مستني لما أخد الواد، ودينا اطمنا وخدناه، نسافر كلنا بقى. أنا يا ابني ما أقدرش على السفر، وصحتي على قدها، وكمان ما أقدرش على تربية العيال. خلاص يا ماما، ادعي لي بقى إن أنا أقدر على تربيته. ربنا يقدرك يا ابني، ويرزقك برزقه. يا رب. اجيب لك حاجه من الدولاب تلبسيها؟ لا لا، انا هلبس، انا كويس، انا كويس، شكرا. كان نفسي ارجع البيت وانت معايا وتنام في حضني. 9 شهور بحلم اني اشوفك، كان نفسي افرح بيك. كنت مستنياك عشان ابدا حياتي كلها بيك، منك لله يا حياتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حاتم. يا وجع قلبي.